السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسم ديالك شهاب بلغازي فاعل شمعاوي جمعيه المدينه العتيقه للتراث والتنميه الاجتماعيه والتواصل. يعني انت كنتي من احد الموقعين على العريضه ديال ضد الشباب ضد المكتب المسير ديال الشباب محمدي. احنا ماشي ضد شي حد، احنا مع الشباب، احنا مع الشباب وبحكم احنا واقفين في واحد المقر ديال الشباب، فهمتيني، كنشوفوا بان هذا الكراج راه تاريخ الشباب، كانت واحد الوقت من هنا كتجمع ومن هنا كيمشي كتعطى الخطه ديال من هنا كتعطى الخطه ديال 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 ديال, ديال الماتش، وكنشوفوا هادشي اللي وصلت ليه الشباب ما كيضر حتى واحد، كيضر كلشي، يضر مواتنا، يضر خواتاتنا، وجدتها هي كيضرها. هادشي اللي وصلت ليه الشباب وهادشي اللي وصل ليه لهاد الفرقه ديال المحمديه، بحال هاد الفرقه ما عندها حتى حد. الناس اللي غايورين على هاد الفرقه بحال ما كاينينش، بحال ما كاينينش ناس مسؤولين. نطلبوا منا لي لونسيان ديال الشباب حتى هما يجيو يوقفوا يديروا حل، يجيو يهضروا خصهم يديروا شي حل. الناس اللي عطاو في الشباب وعرقوا في الشباب ودافعوا على القميص ديال الشباب، هاد الناس ما بقيناش كنشوفوهم حنا، خصهم يخرجوا للوجود. من هذا المنبر كندعيو هاد الناس وكنطلبوا هاد الناس باش يخرجوا حتى هما للوجود، يشوفوا هاد الفرقه فين وصلات، عارفين فين وصلات وخصهم يخرجوا للوجود. بحال مؤخرا واقفين الدراري على قبل الشباب غيروا عن الشباب، ما كاين حتى شي واحد من لي زونسيال، علاش ما يكونوش؟ لان الا ما جاش يهضر على الشباب ما غيهضر على حتى حاجه، فخصو خويا هاد المحمديه يمشي لشي بلاصه اخرى، لان الشباب راه ديال كلشي، ديال البلاد كامله وديال كاع الناس الغيورين على هاد على هاد المدينه. نطلبوا من الله يوفقهم. الشباب